بسم الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نديرو فيه ثلاثه الحشوات مختلفه. اول حاجه غادي نبداو بالمقادير ديال الحشوه الاولى اللي غادي نحتاجو فيها 250 غرام ديال الدجاج مقطع قطع صغيره او لا دانت استعملوا اللي بغيتو. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملح والابزار، 200 غرام ديال لي زيبينار، ثلاثه الفصوص ديال الثوم، بصله متوسطه مقطع قطع صغيره، ثلاثة الحبات ديال الجبن العادي، عندنا جبن مبشور 50 غرام. بالنسبة للزبدة عندنا 2 معالق كبار، عندنا زيت الزيتون. دابا غادي ندوز نعطيكم الحشوة الثانية اللي غادي نستعملو فيها 250 غرام ديال الكروفيت، 250 غرام ديال الكالامار. انا استعملت 2 نوعيات، الابيض والاحمر، استعملوا اللي توفر عندكم. بصلة متوسطة، ثلاثة الحبات ديال شامبينيون، 500 غرام ديال الفيرميسيل ولا شعرية صينية، معلقة كبيرة ديال الصلصة حارة، عندنا 50 غرام ديال الزيتون، نصف حامضة اللي غناخدو العصير ديالها تقريبا معلقة كبيرة، عندنا ربع حامضة حامض مرقد، عندنا 50 غرام ديال الجبن مبشور، 2 معالق كبار ديال الزبدة، 2 معالق كبار ديال صلصة الطماطم، 2 معالق كبار ديال قزبر ومعدنوس. بالنسبة للتوابل عندنا التحميرة، سكنجبير، الكمون، الملح، الإبزار والقزبر مدقوق والملح. بالنسبة للحشوة الثالثة غنحتاجو فيها كيلو ديال البطاطس اللي غادي نقيها ونقطعها قطع صغيرة وغادي نسلقها مع الملح. من بعد غادي نحتاج في المقادير 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس، 2 معالق كبار ديال الزبده، 3 الحبات ديال الجبن مثلثات، غادي نحتاج 50 غرام ديال الجبن مبشور. بالنسبه للتوابل غنحتاج الملح والابزار. دابا غادي نوريكم طريقه التحضير. غنبداو بالحشوه الثالثه اللي درناها، دابا عطيتكم المقادير ديالها. من بعد ما تسلقات البطاطا ديالي غادي نمسها بالفرشيط على هذه الطريقه. من بعد غادي نضيف ليها القزبر والمعدنوس او الملح والابزار والجبن اللي مثلثات، غادي نصايبو على هذا الشكل. من بعد غادي نعاود نخلط المقادير مع بعضياتهم على هذا الشكل حتى كيتجانسوا معايا. من بعد كنضيف لهم معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نعاود نخلط المقادير مع بعضياتهم. وبهذه الطريقه كتكون وجدت معايا الحشوه وغادي نضيف لها الجبن المبشور. بهذه الطريقه كتكون وجدت معايا. غندوزو نوجدو الحشوه الثانيه اللي غادي نحتاجو فيها، كنديرو في واحد المقلاة غنديرو فيها زيت الزيتون، غادي نضيفو ليها البصل اللي قطعناه قطع صغيره على هذا الشكل، غادي نقلي البصله ديالي في زيت الزيتون على هذا الشكل حتى كتدبل معايا. من بعد غادي نضيف ليها، ها انتما، غنضيف ليها الثوم وغادي نستمر في التحريك حتى تقلى معايا الثومه مع البصله. من بعد غادي نضيف ليها قطع ديال الدجاج ولا ديال لادند على حسب اللي استعملتو، غادي نضيفهم ليها وغادي نبقى نقليها حتى تقلى معايا البصله مع لادند ومع الثومه على هذا الشكل. غادي نضيف لهم التوابل اللي هما الابزار والملح. من بعد غادي ندوز في واحد المقلاه اللي غادي ندير فيها زبده، ملعقه كبيره ديال الزبده تذوب، غادي نضيف ليها لي زيبينار، غادي نديرهم في المقلاه ديالي حتى يتقلاو حتى يدبلوا معايا وغنخليهم على جنب. غادي نوجد معكم ثلاثه المثلثات ديال الجبن، غادي نمعسهم على هذه الطريقه بالفرشيطه ديالي، غادي نضيف ليهم ملعقه صغيرة ديال الزبدة، ونعاود نخلطهم على هذا الشكل حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. كيعطينا واحد الشكل، واحد القوام اللي هو كريمي. غادي في واحد الإناء اللي وجدتو غادي ندير فيه الدجاج ولا لدند اللي وجدت معكم من قبل مع البصله على هذا الشكل، كنفرغهم في واحد الاناء. من بعد غادي نضيف لهم لي زيبينار اللي قليتهم في الزبده،
غادي نضيف لهم الجبن مثلثات اللي وجدناهم مع الزبده على هذا الشكل، حتى ولاو واحد ولا فيهم واحد القوام اللي هو كريمي على هذا الشكل. غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم، وهكا غادي تكون وجدت معنا الحشوه الثانيه. غندوز معكم نوجد معكم الحشوه الثالثه. في مقلات اللي درت فيها زيت الزيتون، غادي نضيف ليها البصل اللي قطعناه قطع صغيره على هذا الشكل، وغادي نخليه حتى يتقلى مزيان ويدبل معايا. من بعد غادي نضيف ليه الثوم اللي حكيته على هذا الشكل، وغادي نضيف الطماطم المركزه، وغادي نضيف نصف كاس ديال الماء ونخليهم يتقلاو فيه مزيان حتى يغلاو على هذا الشكل. غادي نضيف لهم من بعد توابل، التوابل اللي غادي نحتاجو فيها تحميره، قزبر مدقوق، الكمون والملح والابزار والسكنجبير والخرقوم. غادي نضيفهم في مره واحده للمقلات، ومن بعد غادي نستمر في التحريك. غنستمر في التحريك على هذا الشكل. من بعد غادي ناخذ الحامض المرقد اللي قطعته قطع صغيره، قطعت اللب بوحديته، ومن بعد ديك القشره الخارجيه حتى هي قطعتها قطع صغيره، وغادي نضيفها للمقلات تقلى معاهم. ومن بعد غادي نضيف جوج معالق ديال قزبر ومعدنوس، وفي مقلاه كل وحده على بوحديتها على حيده غادي ندير فيها الزبده، وغادي نقلي كل حاجه بوحديتها. اولا الفطر، ومن بعد الكروفيت، ومن بعد غادي نقلي الكالامار، يعني كل مقلاه بوحديتها. من بعد غادي ناخذ كاسرول اللي غادي ندير فيها الماء حتى يغلى، وغادي نضيف فيها فيرميسيل ولا شعرية صينية. غنضيف فيها الفيرميسيل ديالي على هذا الشكل، وانا كان نحاول ندخلها بمعلقه حتى تغلى مزيان، ونخليها واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق حتى تغلى، غادي تكون طابت معايا. من بعد غادي نصفيها ونقطعها قطع صغيره. هانتوما هنا كتشوفوا راه الكالامار بدا كيوجد معايا، فغنقطعها قطع صغيره على هذا الشكل. من بعد غادي نضيف ليها في واحد الاناء، غادي نضيف ليها الفطر ولا لي شامبينيون على هذا الشكل. من بعد غادي نضيف ليها الزيتون اللي قطعته قطع صغيره. انا درت البلدي، نتوما الا توفر عندكم الرومي ديروه، انا كيعجبني البلد داكشي علاش كنديرو. غادي ندير الكروفيت حتى هو غادي نضيفه للاناء ديالي. من بعد غادي نضيف الكالامار، يعني كلهم هادو كيتقلاو في معلقه ديال الزبده كل حاجه بوحديتها. من بعد غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الحار، الصلصه الحاره. غادي نضيف تقريبا غنعصر الحامضه ديالي تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض. من بعد غنضيف ديك لاصوص اللي صايبت انا وياك انا وياكم بالبصل وطماطم والثوم، يعني غادي نضيفها وغنخلط المقادير مع بعضياتها حتى تندمج معايا. من بعد كنضيف لهم الجبن المبشور، وكنعاود نخلط المقادير ديالي. بهذه الطريقه غادي نكونوا وجدنا ثلاثه ديال الحشوات مختلفين ولذاد. ما بقى ليا الا نقول لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة، وتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفات ديالي. السلام عليكم.